السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداع تطريز مع مريم. إذا في الأول مبروك عليكم بعواشر، وكنطلب من الله أنه اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعل جميع أيامنا عيدا إن شاء الله. إذا إن شاء الله لنا عودة من بعد هذه الأيام، هذه اليومين هذه ديال العيد. اليوم هذا الفيديو هذا أول فيديو سجلته في يعني من هاد الايام هذه ديال اللي تسامحنا فيها ديال العيد. هاد الفيديو هذا لان الاغلبيه ديال البنات كيصيفطوا لي على ود هذا، كنت بارطاجيته معكم واحد جلابه في الموف فيها واحد الشكل بحال شكل هندسي، هو اصلا مطروس بالكمبيوتر مطروس بالتجربات العادي، انما بعض الكليان كيطلبوا هنا كيفاش يعني ممكن نخدمه بحاله. اذا انا هذه هي الطريقه باش خدمته، ماشي ضروري تخدمي بهذه الطريقه، يعني هذا الطريقه ديالي انا الخاصه، يعني ممكن انت تغيري فيه. انا ان شاء الله سجلت الفيديو، كان فيديو طويل وكان تحيد لي فيه الطريقه باش خدمت هاد المربع الغوز هذا. اذا ما غادي تشوفوا هاد الغرزه هذه اللي خدمت هنا، خدمتها غير بالدقه، يعني حاجه بسيطه. ورشمه هي هذه، الرشمه ديالها هي هذه. وبالنسبه لهذه اتردوا لي البال على هذا باش خدمنا هذا الخزي، هذا خدمناه بحال الشكل ديال، خدمته بالدقه في الاول، خدمته بالدقه ومن بعد خدمت بالعكس ديال، يعني بحال الشكل ديال زائد، عاد عمرت هذاك المعين اللي كان اللي مخدوم بالخزي. اذا نشوفوا الفيديو ان شاء الله، ودائما ما تنساوليش بالتعاليق ديالكم والدعم ديالكم، لانه هو اللي كيشجعني باش دائما نستمر باش ننزل لكم الفيديو ديال الفيديو. اذا شوفوا الفيديو ان شاء الله واعطوني الراي ديالكم على الطريقه بالخدمه وكيف جاكم، واش عجبكم او لا.